إذا من جهة أخرى نتكلم عن أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية محكوم ب 67 حكم مؤبد بالسجن. طبعاً هذا الأسير مثل ما حسب ما فهمت أنه طلب من والدته الاتصال ببرنامج صباح الخير يا عرب كي نقوم يقوم البرنامج باستضافته ليتمكن من رؤيتها. والبرنامج هو وسيلته الوحيدة أنه للأسف أنه يتفرج على والدته. السيدة تكون إن شاء الله معنا مباشرة لتوجه لابنها رسالة على الهواء مباشرة، لكن بعد هذا التقرير القصير نتابع. لا الرسائل ولا طير الحمام الزاجل يستطيعان حمل أشواق قلب أم أضناها فراق ابنها الأسير عبد الله، الذي غاب ما يزيد عن 11 عاما عن هذه الدار، تاركا في روح والديه حرقة نار. كان غيابه مأمورا بحكم قصري في سجن إسرائيلي خلف القضبان، تاركا الشوق له يجري مجرى الدم في الشريان. أنا وكاميرا الإم بي سي ودقائق التقرير هذا على الهواء عسانا ننقل رسالة أم تلعثمت بالدموع، رسالة لابنها الذي يقبع خلف قضبان سجن إسرائيلي وحكمه أبدي، لكن الأمل بالرجوع. فكيف الحال يا ولدي، يا قطعة من روحي ومن كبدي، كانت أول الكلمات. فهل تسمع يا عبد الله؟ الله يرضى عليك ووفقك يا رب. الله يا أم دائما نتمنى لك الصحة والعافية ولم تشمل. والله يا أم لا تفكر الأم لو أكلت لو شربت لو نامت لو قعدت تنسى أنه في إلى ابن غايم. وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. مستعد عمري كله أفني مقابل خمس دقائق قعدت معه، بس أقعد خمس دقائق معه وبعدين الله يرحمه. إذن الروح فداء لرؤياك يا عبد الله، والعمر عساه يذهب ولا يكون، أملا بأن تراك تلك العيون. عماد العضايل عمان، وصباح الخير يا عرب. طبعا يمكن الرجل أو أي إنسان تاني ما عنده ولد ما يحس بنفس الشعور. صح. الأم إذا غاب ابنها يوم عليها ساعات ممكن يكون شعورها لا يوصف. أنا الوالد دائما يقول أنت ما راح تحس بمعاناتي معك إلا لما يجيك ولد، وفعلا هاي الحقيقة. طيب مشاهدينا ناخذ فاصل وعلى خير نواصل. مشاهدينا ابقوا معنا. ابقوا معنا. إذن مشاهدينا أهلا بكم مجددا، لازلتم مع برنامج صباح الخير يا عرب. ضيفة عليكم في يوم عيد الأم ميسون عزام حمود معكم أيضا. طبعا قبل الفاصل كان هناك تقرير يتحدث عن أم لم ترى ابنها لسنوات عديدة في السجون الإسرائيلية. طبعا طلب هو من الأم أن تكون معنا في صباح العربية على عيد الأم. طبعا العربية ام بي سي. صباح الخير يا عرب. صباح الخير يا عرب، وانت بنت العربيه ما اكزاكتلي. فالام بي سي لبت النداء كالمعتاد، وننتقل مباشره الى عمان ورحله هذا الفراق، فراق الام لابنها. معنا مراسلنا عماد من هناك العضايله الموجود في بيت اهل الاسير عبد الله مع امه واهله. يعني ماذا يمكن ان يقال في هذا اليوم بدايه؟ صباح الخير. نعم صباح الخير حمود، صباح الخير ميسون، واهلا بك ضيفه عزيزه، وانت اصلا محليه مثل ما بحكوها الاردنيه. اولا كل عام وانت بخير، وكل عام والامهات العربيات بالف الف الف خير. مثل ما كما تحدثتي قبل قليل ان انا موجود الان في بيت العم غالب ابو عبد الله، عبد الله الاسير الفلسطيني في السجون الاسرائيليه محكوم ب 67 مؤبد. طبعا اسمحوا لي قبل ذلك، القصه هنا مختلفة. أنا كمراسل أنا من أبحث عن القصة المراد عمل تقرير عنها، أو أنا من أبحث عن أصحاب هذه القصة أو الأبطال هذه القصص. القصة هنا مختلفة، هي بل بدأت من ليس من هذا البيت، بدأت من السجن، من السجون الإسرائيلية، من عبد الله بعث برسالة لأمه يقول فيها
دعوني أقرأ لكم الجزء المخصص بالإم بي سي. أمي يرجى أن تحاول التواصل مع قناة إم بي سي في عمان ومع منتجها السيد عماد العضايلة لكي يعمل برنامج معكم في الأردن ويعرضه على محطة برنامج إم بي سي صباح الخير يا عرب، فأنا أتابع هذا البرنامج وهو يلبي مثل هذه الطلبات. طبعا هنا القصة المختلفة، أنا يعني ما بدي أكثر أزيد بالحديث ولا بدي أطول عليكم بالحديث، لأنه بدي أترك الصورة والكلمة لأم عبد الله ووالد عبد الله للحديث معه، لأنه الآن أتمنى من الله أن يكون قد يسمعنا، لأنه والدة عبد الله أخبرتنا أنها أخبرت عبد الله عن طريق إذاعة فلسطينية بأن التقرير سيظهر في يوم عيد الأم. الآن دعونا نادع الصورة والكلمة لوالد ووالدة عبد الله. السلام عليكم خالتي، يعطيك العافية. السلام ورحمة الله وبركاته. خالتي عبد الله الآن يعني احنا انت شفت التقرير وعبد الله الآن يعني بيشوفنا، انت شو بتحكي له؟ شو بتوصلي له؟ والله عبد الله هو اللي كان يبادر بعيد الأم ولا بعيد الميلاد ولا بالإشي، حتى ما بكان يحكي عيد ميلاد، ذكرى الميلاد. وعيد الأم والله عبد الله مش عيد الأم عنده كل سنة مرة، والله كان دائما عند الأم. طب الآن هلا أنت صار لك حوالي 13 سنة ما شفتيه، أكثر من 13 سنة، الآن أنت هو بشوفك، شو بتحكي له؟ شو بتوصلي له؟ والله أنا بتمنى له الصحة والعافية والله يفرجها عليه، وإن شاء الله إنه بيطلع بالصحة والسلامة. ولبينا طلب إنه دعينا المحطة على أساس يعني يشوفها عبد الله ويشوفنا إن كويسين وبخير والحمد لله رب العالمين وكل أمورنا تمام، وإن شاء الله إنه أموره كمان تمام وبتوصلنا منه رسالة وبتوصلنا منه. طب قديش أنت فخورة فيه؟ شو بتحكي له إنك يعني كيف بتوصلي له إنك أنت فخورة فيه؟ والله الحمد لله رب العالمين، والله عبد الله عمل يعني من خيرة الشباب، عمل أشياء كويسة للشعب لشعبه لوطنه ل يعني مش لنفسه بس لا. طب خالتي احنا رح نرجع لك مشان تورجينا الاغراض اللي بعت لك اياهم عبد الله، والطاوله اصلا اللي مخزن عليها كل ما ارسله عبد الله، بس نحكي مع عمي. عمي يعطيك العافيه. الله يعافيك، حياك الله. تحكي لنا عم ابو عبد الله قد شو بتوصل له الان؟ عبد الله بشوفك يعني وبشوفنا قاعد وبشوف البيت وبشوف اهله، شو بتحكي له؟ شو بتوصل له؟ والله بوصل له بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يفك أسرك وأسر جميع أصحابك إن شاء الله. ويا ابني يا حبيبي والله أتمنى من الله أن الله يجمعنا في بعض إن شاء الله عن قريب. وأقول له يعني والله مش قادر بيش أوصفه يعني، لأنه حبيبي يعني والبكر وابننا وعزيز علينا. قديش مشتاق له عمي؟ ومشتاق له يعني والله مشتاق له يعني بقول لك شيء لا يوصف يعني، لأنه دائما في القلب وين ما رحنا يعني في ذكره. وأي كل جماعة يعني حتى في النادي في المنطقة وأصحابه هذول يعني دائما بيسألوا عنه. قديش انت فخور فيه؟ شو بتحكي له انك انت فخور فيه؟ كيف بتحكي له هسه؟ انا مش الفخور فيه، كل من يعرف عبد الله فخور فيه، وكل من يلتقي فيه فخور فيه، والكل كل الناس يعني بيسألوني على اخباره شو فيه. طب شو بتوصي يعني؟ شو بتوصي؟ انا بوصيه انه يكون كالجبل الشامخ ولا يركع إلى رب العالمين، وإحنا معاه قلبا وقالبا على طول، والحمد لله رب العالمين إحنا فخور فيه، وكل من يعرف عبد الله وأبو عبد الله فخور. الحمد لله رب العالمين، واحنا فخورين فيك عمي وفخورين فيك. بدي قبل ما بدي ارجع على خالتي ام عبد الله بدي احكي مع خاله، حاب يوصل له رساله صغيره. خاله ابو سعيد البرغوثي، خاله عم ابو سعيد بده يوصل لعبد الله كلمتين فقط. تفضل، شو بتوصل لعبد الله الان؟ عبد الله بشوفنا، شو بتحكي له؟ والله يا عبد الله حقيقه علمنا شغلات كثيره جدا، اللي هي عمليه الصمود والتضحيه والبطوله. وعبد الله حقيقه من الرجال يعني اللي يوصف، اذا وصفوا بنقدر نقول هم الرجال الرجال. ونتمنى من الله أن يمنحه الصبر والقوة وأن نراه بإذن الله في الربيع القادم، وقد تحقق الربيع العربي بالكامل في هذا يوم الكرامة هذا،
حيث كانت كرامة عز، وخاصة لنا في هذا البلد يعني، حيث جسدت الوحدة الوطنية الفلسطينية الأردنية بأحلى صورها حقيقة. ونرجو الله أنه نشوف الكرامة في الشعوب العربية كاملة فيما سيأتي. نعم، شكرا، يعطيك العافية. ميسون وحمود اسمحوا لي بس بدي أخذ خالتي أم عبد الله ونورجي عبد الله، لأنه بشوفنا الآن، نورجي عبد الله كل أغراضه اللي كان يبعثهم لأمه. خالتي نخلي التلفون شوي خالتي، تفضلي ورجينا الاغراض، ورجينا الاغراض اللي كان عبد الله يعني اللي بعث لك اياهم واللي كان له واللي انت محتفظه فيهم في البيت. ان شاء الله. والله يا عبد الله ودالنا اول شيء هاي، وكاتب انها اهداء منه لامه. تفضل، يا ريت بس خالتي، يا ريت الكاميرا، هاي من عبد الله خالتي. ودالنا اياها عبد الله وحطيناها في برواز كزاز شفاف على اساس انها تظل محافظه على رونقها وكويسه. وهي شغلات كلها يعني بتخص عبد الله، يعني تقدير. المسبحه ورجيتيني، المسبحه ورجيتيني تقدير له يعني. هاي من الاردن، وهي كمان المسبحه برضه هو ودالنا اياها من السجن، ودالنا كمان واحده عجم الزيتون، بالرغم انها ثانيه في صعوبه كثير في شغلها، بس ودالنا واحده، ودعت مجموعه يعني، فكان من نصيبي واحد يعني. تحكي له انه كل اغراضك زي الاغراض محفوظه عندي، وان شاء الله بيطلع وبشوفها. ان شاء الله ان شاء الله انه بيطلع وبشوف كل اغراضه. الشريط مثلا له محتفظين فيه، صور له، صور لاولاده، وكل اللي كان يوديه من السجن، رسائله مثلا، هذا كله رسائل هاي، بس محتفظين فيها في كل مجموعه رسائل في مغلف، اساسا نضل عارفين هذا الكذا وهي كذا، نقدر فاهمين ايش. نعم خالتي، كل عام وانتم بخير، احنا انتهى وقتنا، وان شاء الله انه بهاي الدقائق المعدوده نكون قد ادينا رساله، وصلنا جزء يعني من ما يعيشه العم ابو غالب ابو عبد الله، وعبد الله اللي يشوفه عبد الله بالسجن ان شاء الله. يعطيك العافيه، والله يفك اسره ان شاء الله، انه ويشوفوا اهله من غير وساطه الام بي سي ان شاء الله. حياك يعني طبعا. ان شاء الله احنا نوجه ايضا التحيه لعبد الله، ان شاء الله هو يسمعنا وكل اصحابه الشجعان الابطال. تحية طبعا لكل السجناء هناك، تحية خاصة لهناء شلبي، طبعا أكثر من شهر الآن مضربة عن الطعام، لأن تم احتجازها بدون أي قضية معينة، وبالتالي هو إلقاء قبض وحكم إداري فقط ليس غير. طبعا سبقها قبل ذلك خضر عدنان أيضا بالطبع، وبالتالي تحية للجميع. طبعا إن شاء الله دائما الأم بي سي تكون صلة الوصل بين كل الناس بإذن الله.